تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت الحكومة تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخصيص حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور اعتبارا من شهر أبريل المقبل. كما أعلنت الحكومة تخصيص 190.5 مليار جنيه لصرف زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 13% من أول أبريل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24,000 إلى 30,000 جنيه للتخفيف عن المواطنين.